سألني سائل فذهبت إلى معلمي مهرول، قال قبل أن أجبك أريد أن تقول للناس ما هو القصد في هذه الآية، وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، هل هو الله؟ الله قال في محكم كتابه الأرض يرثها عبادي الصالحون. إذن ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. آية صريحة ما بها لبس، مو حكي هذا العبد الضال، كلام رب كريم. لذلك ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. تتحدث عن قضية ناس مو الله. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثين. يقول إبراهيم حينما قال إلى النمرود إن الله يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. قال ربي يأتي بالشمس من المشرق إلى المغرب، فأتي بها من المغرب إلى المشرق، فبهت عبدي أطعني تكن مثلي تقل للشيء كن فيكون. هذا قول الله، حديث قدسي ما بيلبس. خوش شي يقول، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. الله يقول، الله شي له علاقة؟ الله هو عالم الغيب والشهادة، عالم كل شيء. يريد مثل واحد أنا أحكي وياك أقول لك ترى أنا أعرف عنك كل شيء، شو يصير بيك، ليه ما تتموت، ليه ما تتحيي، رزقك شقد. عيسى بن مريم كان يعرفوا ما يأكلون ما يدخرون، شو عندهم، شو ليه ما يتمرضون، ليه ما دليل يوسف.